والآن جاء موعدنا مع الأخبار الاقتصادية. تقدم أخبار الاقتصاد فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إيمان منصور، شكرا ياسر عبد الستار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أخبار بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. هذا وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة التي نفت الأنباء، وأكدت الشركة أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماما من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع. وصلت معارض أهلا مدارس بدمياط استقبال المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى معارض كلنا واحد ضمن ثلاثة معارض أقامتها الغرفة التجارية بدمياط لتوفير المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة. وذكرت الغرفة التجارية بدمياط أن التخفيضات تصل إلى 40%، وهي تخفيضات مقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض الذي شهد وافد العديد من الأهالي. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 وسط تراجع لجاذبية المعدن الأصفر، مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، ليسجل المعدن الأصفر نحو 1644 دولار للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 966 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 فوصل سعره إلى 1128 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1289 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 9024 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 86 دولار و15 سنت للبرميل. تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.7% إلى 78 دولار و74 سنت للبرميل. هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.8% لتصل إلى 3 دولارات و16 سنت للتر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.68% لتسجل نحو 6 دولارات و83 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية أن المملكة ستستثمر أكثر من 40 مليار ريال في مشروعات للبنية التحتية في 11 مدينة بأنحاء البلاد. وقالت الوزارة أن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية، حيث تصل السعة السكانية الناتجة عنها إلى 750 ألف نسمة. مشاهدينا، انتهت هذه الجولة الاقتصادية.